بكم في وجيزة. أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مكالمة هاتفية تناول من خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وآفاق التعاون التقوي. وحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيسين تطرقا بالمناسبة إلى الاجتماع المرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية الروسية والزيارة المرتقبة التي سيؤديها الرئيس الجزائري إلى روسيا الاتحادية مايو المقبل. حقق المنتخب الجزائري المحلي تأهلا تاريخيا إلى نهائي البطولة الإفريقية للمحليين على حساب منتخب النيجر في لقاء احتضنه ملعب ميلود هدفي بوهران. أجبال المدرب مجيد بوغرة سيطروا على مجريات المباراة بالطول والعرض وأمطروا شباك النيجر بخماسية نظيفة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأ المنتخب الوطني المحلي إثر تأهله المستحق إلى نهائي منافسة الشان. ففي تغريدة له قال الرئيس الجزائري إن مشوار المنتخب كان مشرفاً وإن التأهل كان عن جدارة متمنياً التوفيق للنخبة الوطنية والمدرب وطاقمه. موجة جديدة من الإضرابات تنطلق في بريطانيا اليوم حيث انضم المعلمون وعمال القطارات وموظفو الخدمة المدنية إلى أكبر إضراب في البلاد بعدما رفض الوزراء البريطانيون مطالب النقابات بزيادة أجور القطاع العام. أخفق البرلمان في البيرو مجدداً الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق حول خطة لتقريب موعد الانتخابات من أجل وضع حد للاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في البلاد. يأتي هذا في وقت تشهد فيه البيرو مظاهرات شبه يومية تطالب بإجراء انتخابات فورية ووضع دستور جديد. نهاية وجيز، إلى اللقاء.